دلعناك بما يكفي، تقر وتعترف معانا بقى. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، اسئلتك صعبه. يلا يبقى مسك الختام، يلا اقر واعترف مع رامي ربيع. رامي ربيعة، تقر وتعترف ان رحيل محمد عبد المنعم اكسبك شعور بالسعاده لان المنافسه معاه على التشكيل الاساسي كانت صعبه عليك؟ لا، لان لعبت في وجوده. لعبت في وجوده. كان مريح بالنسبه لك عبد المنعم؟ منعم احلى حاجه فيه ان هو سلس. سلس في ان هو اي حد يلعب جنبه بيديله الثقه، وهو صغير في السن بس ناضج ما شاء الله عليه. تقر وتعترف ان موسيماني صدمك لما استبعدك من كاس العالم للانديه؟ اسوأ شعور حسيته بيه لما كانت اللعيبه بتتقسم بدل وانا مش موجود معاها ولا صعب. موجود معاهم في صوره طبعا. شيء صعب. عيطت بكيت ساعتها؟ لا ما عيطتش، بس كنت ضاغط على نفسي قوي 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 يعني. تقر وتعترف انه كان في ازمه بينك وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ في انفاضات التجديد 2020 بسبب الفلوس؟ لا خالص خالص، لا لا لا، عمري ما كانش في مشكله عندي في التجديد. ما حصلش. عمري عمري عمري. نعم. عمري. تقر وتعترف انك اجبرت الاهلي على بيعك لسبورتنج لشبونه رغم اداره الاهلي ساعتها كانت رافضه؟ لا خالص، لان انا شرحت لحضرتك كنت مصاب يعني. نعم. تقر وتعترف انك قلت الكولر في مباراه السوبر الافريقي مش قادرين نكمل من ضغط الزمالك؟ لا خالص. ما حصلش. لا لا ما حصلش. مين طلع الاشاعه دي؟ ما اعرفش بجد، اول مره اسمعها زي حضرتك عامه. لو حتى مش قادر من ضغط فرقه. نعم. انا من نفسي او انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه. الشناوي او انا او اللي موجود كباتن الفرقه. بدي يعني بقول للفرود ننزل كلنا تحت الكره ونقف كلنا تحت بعض. ما بشتكيش للمدرب. ما بشتكيش للمدرب. لان احنا من المدرب ممكن يقول لي حاجه. انزل انا في بدايه الماتش نتفق احنا كتيم. نعم. يا جماعه احنا هنضغط من اول. نعم. خمس دقائق نضغط من فوق. فخلاص انت بتضغط مع بعض. تقر وتعترف ان المرحله دي الزمالك هو اقوى منافس للاهلي محليا وقاريا؟ طبعا طبعا طبعا. عاجبني احترامك لنادي الزمالك، لان ده البعض واخد انطباع عكس كده. لا بالعكس، ده خصمك وده خصمك، وده حاجه كويسه لما بيبقى فايق انت بتفوق، انت بتبقى في حماس مستني ماتش الزمالك الجاي عشان بيبقى فيه ماتش حلو يعني. عاجبك جوزيه جوميز مدرب الزمالك؟ حاسس انه عامل حاله كويسه مع في نادي الزمالك يعني. تقر وتعترف ان الثلاثي زلاكا وبالحاج وقندوسي اكتر ثلاثي هجومي دلوقتي بيقلق دفاع الاهلي، دليل انتوا الماتشات اللي فاتت العين بدون اهداف، الزمالك بدون اهداف، الزمالك بدون اهداف، الفريق الوحيد اللي دخل فيكم اهداف كان سيراميكا. هم بيلعبوا مع بعض وحافظين بعض كويس قوي، وخطهم الهجومي ما شاء الله يعني فاهمين بعض بصراحه. في تناغم كويس بصراحه بينهم. اللي جاي بقى يلا بينا. تقر وتعترف بس ركز قبل ما تجاوب. ماشي. ان اتهام زملاتك ليك بالبخل مجرد اشاعه، وانك على اتم استعداد لعزومه عشاء على حسابك بعد نهايه الحلقه. انا موافق. ايوه. وعزمتهم قبل كده في رمضان ومحدش جه. بتهزر. في خمسه سته بس، ومصطفى جه والناس. في ناس قالوا مبررات ان هم مش اللي تعبان اللي مش قادر. كنا بعد ماتش يانج افريكانز اللي كان في البطوله اللي فاتت، عزمتهم في البيت عندي وكنت عامل، كنا في رمضان. بس في ناس جت وفي ناس ما جتش، بس بس عزمت يا كابتن. هنفضل بقى طول العمر على العزومه دي يعني؟ يلا بينا تاني.